ميدو ميدو بعيدا عن المستطيل الأخضر، برشلونة عانى من سوء التسيير في السنوات الأخيرة. سأعطيك مثالا بسيطا عن سوء التسيير. مثلا برشلونة اشترى غريزمان ب 120 مليون يورو من أتلتيكو مدريد، ثم بعد ذلك باع غريزمان لنفس الفريق ب 20 مليون يورو من أجل تسجيل مونفيس ديباي في الفريق. بعدها بعام قدم مونفيس ديباي لأتلتيكو مدريد مجانا ميدو. مسح المشاكل المالية يعني في برشلونة. يعني هل هذا منطق؟ تشتري لاعب 120 مليون من فريق ثم تعيده لنفس الفريق ب 20 مليون من أجل جلب لاعب آخر تسجله في الفريق، وكأنه تخلص منه. بعد ذلك بعام نفس اللاعب مونفيس ديباي الذي تم تضحية بغريزمان من أجله يمنح مجانا لأتلتيكو. تصور لو برشلونة لا يعاني من مشاكل اللاعب المالي النظيف، هل كان سيستخدم مونفيس ديباي؟ هل كان سيستخدم داست؟ هل 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 وهل وهل وهل؟ لا، كل شيء متوقف على اللاعب المالي النظيف. اللاعب المالي النظيف في إسبانيا هو من أصعب البطولات في العالم من حيث اللاعب المالي النظيف، قاعدة 70% في كل الرواتب كل الرياضات المنضوية تحت لواء النادي من حجم الواردات. برشلونة فقد البوصلة في اللاعب المالي النظيف، لم يكن باستطاعته حتى تسجيل ميسي، لأنه برشلونة قبل الكوفيد ماليا زي وبعد الكوفيد ماليا زي آخر. قبل الكوفيد مداخل برشلونة كانت تفوق المليار يورو، وبعد الكوفيد سنة الكوفيد مداخل برشلونة لم تفوق. كيف ترى المستقبل الآن؟ مليون أورو أعتقد بأنه نسير ربما نحو تعيين مارك ماركاز. رافائيل ماركاز رافائيل ماركاز كمدرب لبرشلونة في سنوات في الفترة القادمة، خاصة هذا هو رافائيل ماركاز. وحتى أمس كانت فيه صورة صنعت الحدث في الصحافة الكتالونية، هي صورة لابورتا وتنقله إلى أحد الملاعب الصغيرة لمشاهدة البارسا بي الذي يدربه رافائيل ماركاز، وكانت فيه صورة لرافائيل ماركاز وكذلك أخوان لابورتا داخل غرفة غير الملابس بعد نهاية مباراة برشلونة بي أمام نادي أمام في الدوري الدرجة الثالثة الإسبانية. بدأت الصيحات تتعالى بشأن مستقبل تشافي وبشأن رافائيل ماركاز كمدرب مستقبلي لنادي برشلونة. الطرح الذي يجب أن نتكلم عليه الآن هو تغير الأجيال، ولا يمكنني أن أتكلم على فريق برشلونة ولا أتكلم على فريق ريال مدريد. لاحظنا أنه فريق ريال مدريد محمد خروج جل اللاعبين، يمكن القول أنه سيرجيو راموس أسطورة، كريستيانو رونالدو يعتبر أسطورة في نادي الملكي، ولكن كيف تعاملت إدارة ريال مدريد ودهاء بيريز مع نقطة تحول جيل والمرور من جيل إلى جيل؟ جيل بالأموال باللعب المالي النظيف. ريال مدريد لما عنده حتى مشكل في اللعب المالي النظيف. حبيت نقول لك حاجة فقط، هو أنك بما أنه هوية لعب برشلونة كانت منذ الأزل تعتمد على لاماسيا، حتى وإن ضربت في الجيب يجب أن لا تضرب في هوية وطريقة لعبك أيضا. أنا لا أوافقك الرأي، لأن لاكاسيا ربما منذ حضور زيدان إلى ريال مدريد بدأ الشغل الشاغل، وراؤول أيضا بدأ الشغل الشاغل، ولكن برشلونة لا يمكنك أن تتكلم على الأموال لأنك كنت تربي أجيالا ولك طريقة لعب وهوية ميدو. فلهذا المهم والأهم في الطرح هو أنك تتكلم على كيف تعامل بيريز ودهاؤه اتجاه نقطة تحول الأجيال، وكيف تعاملت أيضا برشلونة مع هذا. لا معلش، أنت لاعب كرة قدم وعلى بالك بلي التكوين ماشي كل جينيراسيون يعطيوك ميسي تشافي إنيستا بوسكيتس، هذه تجيك خطرة في القرن أنك يجيوك أربع لاعبين من نفس المدرسة وفي نفس الجيل ويقودوك نحو أبخي فو أتوندغ واحد طرواس ياكل باش تعاود تخرج لك لنفس اللاعبين. بخصوص ريال مدريد، فلورنتينو بيريز وقاعدة 50%، لا يوجد لاعب أعلى من النادي، لا يوجد لاعب راتبه يتسبب في تجاوز الرواتب بنسبة 50% مقارنة بعائدات نادي ريال مدريد. برشلونة مرة بحقبة الصيني بارتوميو الذي فعل الأفاعيل واستخدم دمبيلي ب 120 مليون أورو واستخدم كوتينيو ب 160 مليون أورو وجاب غريزمان دون الحاجة للاعب وفي أي مركز يلعب دون إضافة، وهو الذي يملك ميسي ب 120 مليون أورو صرف 480 مليون أورو في فترة أنه هاد اللاعبين ثلاثتهم لم يقدموا شيئا لبرشلونة، وآخرهم الراحل الصيف الماضي دمبيلي نحو نادي باريس سان جيرمان. ومستوى دمبيلي مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم ينبئ على أن الصفقة كانت فاشلة بالنسبة لبرشلونة، عامين من الإصابات وغيره. هذه الأمور
التي صنعت الفارق، ليس بأنه بيراس أذكى الأذكياء وأدهى الأدهياء أنه قدر يدير لو شونجمون جينيراسيون بواحد لا فلويديتي بلا فاسيليتي كبيرة. المشكل في اللاعب المالي النظيف، لو كان ريال مدريد يعاني نفس ما يعانيه برشلونة في اللاعب المالي النظيف لما تمكن من شراء تشواميني ب 80 مليون أورو، ولما تمكن من شراء كامافينغا، ولما تمكن من جلب جود بيلينغهام ب 105 ملايين أورو وغيرها من الأمور. المشكل الوحيد هو في اللاعب المالي النظيف بالنسبة لبرشلونة. تتوقع أن تتحسن أحوال برشلونة في الثلاث مباريات القادمة ويستمر تشافي، أم تتوقع أن يدخل الفريق في النفق المظلم؟ أمين، عنده منعرض صعب جدا محمد أمام بورتو، مباراة مفخخة برشلونة هذا الموسم، وأمام أتلتيكو ثم بعد ذلك جيرونا، جيرونا المتصدر. لذلك أتلتيكو أفضل فريق في بداية الموسم منذ تقريبا 3 إلى 4 جولات، يقدم كرة قدم رائعة جدا بقوة ويحتل المركز الثالث. نعم صعبة جدا محمد، صعبة جدا، مباريات أصعب المباريات في هذه الفترة. توقعك أمين إقالة تشافي والدخول في نفق مظلم، أو عودة تشافي بكل قوة وتسجيله الانتصارات؟ هذا يعتمد على علاقة تشافي باللاعبين. علاش قلت لك باللي ارتكب كارثة لما اختار الصدام بينه وبين لاعبيه؟ الآن منذ تلك التصريحات برشلونة لا يؤدي جيدا، تشعر وكأنه هناك شرخ بين المدرب وبين اللاعبين داخل أرضية الميدان، لا توجد روح، حتى الروح القتالية أوكي لا تلعب جيدا، هذا أمر وارد في كرة القدم، ولكن ألا تقاتل داخل أرضية الميدان من مباراة إلى أخرى، فهذا يثبت أن الأمور ليست على ما يرام. لذلك لو خسر على الأقل مباراتين من هذه المباريات الثلاث المقبلة، فأتوقع أن تشافي سيقال. نعم، وأنا أتوقع أن يقال إذا فشل في التأهل أو فشل في التألق في دوري الأبطال. يريدون منه التألق في دوري الأبطال. إذا تألق في دوري الأبطال ولم تسر معه الأمور بشكل صحيح في الدوري، يمكن أن يستمر. المهم يتألق في رابطة الأبطال محمد بالمستوى اللي راه يقدمه برشلونة هذا الموسم، منطقية كرة القدم تبقى فيها المفاجآت واردة. مقارنة بالموسم الماضي برشلونة كان أحسن ولم يستطع التألق في دوري أبطال أوروبا. من حسن حظ برشلونة هذا الموسم أن القرعة كانت رحيمة به في دور المجموعات. لو كان هناك فريقان على الأقل من المستوى المتوسط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع برشلونة في نفس المجموعة، فبرشلونة بهذا الأداء الذي يقدمه حاليا كان سيغادر بنسبة كبيرة من الدور الأول. لذلك من الصعب جدا على برشلونة أن يتألق في دوري أبطال أوروبا. أتكلم دائما منطقيا وحسب المعطيات الراهنة، كرة القدم تتغير، ربما مع ديكليك تخيل لو يفوز برشلونة بالمباريات الثلاث المقبلة، لو يفوز غدا على بورتو ثم يفوز على أتلتيكو مدريد ثم يفوز على جيرونا، ستكون نقلة معنوية كبيرة جدا سواء لتشافي أو للاعبين. سيتحرر بعدها برشلونة، لأنه برشلونة حاليا محمد لديه اللاعبون، لديه تشكيلة جيدة وتشكيلة قوية، حتى البدائل لديه بدائل رائعة وفي أعلى مستوى. إدارة لابورتا قدمت الكثير لتشافي، جلبت كانسيلو، جلبت جواو فيليش، جلبت كريستنسن، جلبت العديد من اللاعبين المميزين الذين بإمكانهم إعطاء إضافة للفريق، غوندوغان أيضا. ولو أنه تشافي محمد كان غير محظوظ هذا الموسم وحتى الموسم الماضي بسبب كثرة الإصابات، لذلك لننتظر ونرى. ريال مدريد يتجاوز قادش بالسرعة الثالثة، ورودريغو كان عريس تلك الليلة رغم الإصابات محمد. الخبير أنشيلوتي لا يعترف لا بالإصابات، سياسة التدوير منذ بداية الموسم يعرف كيف يحصد النقاط. لاحظنا مهرجان أهداف من رودريغو الذي بدأ شيئا فشيئا يجد ضالته، خاصة في النهج التكتيكي 4-4-2 مع وجود بيلينغهام يلعب على الجهة اليسرى. لاحظنا رودريغو، كنت أنتظر ردة فعل رودريغو لما رجع بيلينغهام في المباراة، لأنه لاحظنا لما يكون بيلينغهام وفينيسيوس ورودريغو، رودريغو بالمناسبة لم يكن في التشكيلة الأساسية وإنما عوض إبراهيم دياز الذي أصيب بمغص التشكيلة التي المعدة. التشكيلة التي نشرها ريال مدريد التشكيلة الرسمية لم تكن تحتوي على اسم رودريغو. كنت أريد أن أرى إبراهيم دياز لأنه تمكن من خلال أدائه إلى توسيع قائمة أنشيلوتي الاحتياطية. هنا أنشيلوتي له كل صلاحيات لأن يلعب أي لاعب. رودريغو سجل المرة الثالثة تواليا. شوف ما يحسب بالأمس، في أنا شاهدت المباراة كاملة، ما يحسب لأنشيلوتي يا محمد هو ذكاؤه في التعامل مع منصب وسط الميدان الدفاعي، ويعلم أنه لوكا مودريتش متقدم في السن، توني كروس ليس وسط الميدان الدفاعي الذي تعتمد عليه كثيرا. ماذا فعل؟
كانت هناك سياسة مداورة في هذا المنصب حسب أطوار اللقاء. لا مركزية. نعم لا مركزية في وسط الميدان. تارة تجد فالفيردي هو وسط صحيح. الميدان الدفاعي، وتارة أخرى تجد لوكا مودريتش الذي بالمناسبة قدم مباراة بدنية رائعة. في أعلى مستوى. أصيب في نهاية. أصيب في نهاية المباراة حسب تقارير الإسبانية، الإصابة طفيفة. ولكن سيغيب عن لقاء كإجراء احترازي سيغيب في المباراة المقبلة بما أن الفريق تأهل رسميا إلى الدور المقبل. حتى جود بيلينغهام سجل هدفا جديدا ورفع رصيده إلى 14 هدف. جود بيلينغهام 14 هدف، هالاند 14 هدف في كل منافسة، محمد 11 هدف في الليغا. نعم، ولوتارو مارتينيز 14 هدف أيضا. رجع من إصابة محمد جود. نعم بيلينغهام. نعم رجع من إصابة جود بيلينغهام، حقيقة مميز، لاعب مميز جدا، يتميز بالأناقة، يعرف متى وكيف يطلب الكرة، هذا أمر مهم جدا. لاحظناه على بعد 25 متر لونشالون مثل ما كان زيدان مثلا، ولما يدخل منطقة 18 سواء باليمنى أو باليسرى يعرف يلعب. نعم. يعرف يستعمل الجهة اليسرى كما يستعمل الجهة اليمنى، يعرف يستعمل المنطقة 14 اللي تكلمنا عليها، وهدفه المميز ضد برشلونة. يوهان كريف كان دائما يقول أن التكتيك هو تعرف أين تذهب الكرة، والتقنية هي متى وكيف. نعم. لما تمتلك كل من مودريتش توني كروس. نعم حرب على